السلام عليكم ورحمة الله. الجزء الأول من الفصل الرابع من مادة الأوبريتنج سيستم لطلبة المرحلة الثالثة في قسم هندسة تقنيات الحاسوب كلية العراق الجامعة. تشابتر الرابع يبدأ بتعريف السي بي يو سكيدجولينج. ما هو السي بي يو سكيدجولينج؟ كلمة سكيدجولينج تعني الجدولة. مرات التشابتر نسميه سي بي يو سكيدجولينج ومرات نسميه بروسيس سكيدجولينج، اثنينهن صحيح. بالنتيجة أنا أبحث عن شيء ألا وهو شلون أجدول مجموعة عمليات على سينجل بروسيسر. ما دام عندي سينجل سي بي يو سينجل بروسيسر وهناك عدد كبير من البروسيسز، أرجو الانتباه إلى اللفظ، عندي بروسيسر واحد وعندي مجموعة من البروسيسز عمليات. العمليات مو واحدة واثنين، قد تكون ثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين وألف وألفين عملية. هذول العمليات المختلفة شلون أنسق عملهم مع السي بي يو؟ السي بي يو بالنتيجة يقدر ينفذ بروسيس واحدة آت تايم، عملية واحدة فقط باللحظة الواحدة. زين إذا أجت 20 عملية 30 40 100 ألف شلون راح ينسق عملهم؟ هذا التنسيق يسموه جدولة. شلون يجدول هذه البروسيسز؟ يعني ما هو تسلسل تنفيذ البروسيسز بالنسبة إلى السي بي يو؟ فأما أقول سي بي يو سكيدجولينج أي جدولة السي بي يو، يعني جدولة عمل السي بي يو، يعني جدولة عمل أو تسلسل تنفيذ السي بي يو للبروسيسز، أو أقول البروسيس سكيدجولينج أيضا صح، شلون جاي أجدول البروسيسز بحيث العمل يكون منسق من قبل السي بي يو. إذا أنا عندي المنفذ هو السي بي يو والبروسيس هي الشيء المراد تنفيذه. وإحنا قلنا بالفصل السابق ما معنى كلمة بروسيس؟ كلمة بروسيس هي a program under execution، يعني عبارة عن برنامج. إذا البرنامج صار تحت التنفيذ، بدأت عملية التنفيذ مالته، فيتغير اسمه إلى البروسيس. وايضا اذكركم يمتى البروسيس او يمتى البرنامج يكون تحت التنفيذ؟ اذا تحرك، اذا طلع من الهارد ديسك، يعني طلع من السكندري ميموري او من الترشيري ميموري وتوجه الى الرام. البرنامج اذا توجه الى الرام فهو يكون بالحقيقه يعني بالريدي كيو موجود او بالرام، اوكي، فمعناه هو جاهز للتنفيذ، فيصير اسمه بعد مو بروجرام، نسميه بروسيس. منو ينفذ هذه البروسيس؟ السي بي يو. السي بي يو ينفذ هذه البروسيس حتى يطلع نتائج هذه العمليه. طبقا لذلك راح تظهر عندنا بعض المصطلحات، مثلا مصطلح ال CPU burst، اوكي، يعني CPU burst اللي هو دورة ال CPU او فترة ال CPU، يعني ال CPU الان هو يعمل. CPU burst يعني ال CPU جاي يعمل وينفذ عملية معينة CPU. اما ال IO burst فهي دورة عمليات الادخال والاخراج. فمرة انطي طور للسي بي يو، انطيه فترة خاصة بفترة لتنفيذه للعملية، ومرة لا، السي بي يو اوخرها على صفحة واخلي العمليات هنا فقط انطي طور او دور لعمليات الادخال والاخراج. اذا مرة دور للعمليات اللي ينفذها السي بي يو، ومرة دور لعمليات الادخال والاخراج. شو يصطلح عليها؟ يصطلح عليها سي بي يو بيرست او انبوت اوتبوت بيرست. اوكي، بالانبوت اوتبوت بيرست راح يتم اجراء عمليات ادخال واخراج عن طريق وحدات الادخال والاخراج للحاسوب، وبالسي بي يو بيرست راح ينفذ عمليات رياضيه وحسابيه ومنطقيه اللي ينفذها المعالج مات الحاسبه. طبعا اكيد الحاسبه تسوي عمليه تنقل ما بين السي بي يو بيرست والاي او بيرست. هاي عمليه التنقل احنا نسميها سويتشنج. سويتشنج بمعنى التنقل، مرة سي بي يو بيرست، مرة اي او بيرست، مرة سي بي يو بيرست، مرة اي او بيرست، وهكذا. هذا يسمونه سويتشنج او كونتكست سويتشنج، اثنينهم صحيح. كونتكست سويتش يعني شلون جاي يصير عملية تنقل من العمليات اللي ينفذها السي بي يو إلى عمليات الإدخال والإخراج، اكو تنقل بهذا الموضوع. ان انبوت اوتبوت باوند بروجرام، شوي بس خلينا ننتبه لبعض المسميات. ما معنى انبوت اوتبوت باوند بروجرام؟ يعني برنامج ينفذ معظم عملياته هي عمليات اي او، يعني عمليات انبوت اوتبوت اكثر من ما هي عمليات اتفقنا ان العمليات نوعين، اما عمليات ادخال واخراج او عمليات سي بي يو اللي هي عاده عمليات حسابيه رياضيه منطقيه ومشاكل. فالبرنامج اللي معظم عملياته اي او اكثر من عمليات الرياضيه والحسابيه والمنطقيه يسمونه اي او باوند بروجرام. فاكيد اذا كان البرنامج هو من نوع اي او باوند، فبالتالي السي بي يو مو معناها ما بي سي بي يو بيرست، بي سي بي يو بيرست ولكن شورت، قصيره قليله، اوكي. معظم عملياته شنو؟ معظم عملياته اي او باوند. زين اذا كان عندي سي بي يو باوند
إذا كان CPU pump يعني معظم عملياته عمليات رياضية وحسابية ومنطقية يجريها CPU. أما بالنسبة للIO فراح تكون قليلة، معناها CPU راح تكون قليلة، معظم عملياته هي عمليات CPU. إذا هسه عرفنا المصطلحين، الفرق بين المصطلحين، مرة IO pump program نقصد به برنامج معظم عملياته هي عمليات input output، ومرة CPU pound program معظم عملياته هي عمليات حساب. جاي أقول معظم يعني مو جميع مو كل، ممكن CPU pound program وبي عمليات IO، وممكن IO pound program وبي عمليات رياضية وحسابية، ممكن ولكن تكون قليلة. The above distribution is important. ليش أنا هسه هاي المقدمة شنو أحتاجها؟ لأن هاي المقدمة عن الـ CPU Pairs Programs والـ IO Pairs Programs أحتاجها، لأنه هي راح تحدد لي خوارزميات جدولة. بالنتيجة إحنا تشابترنا شنو اسمه؟ اسمه جدولة. زين، الجدولة راح تكون طبقا لخوارزميات معينة. شنو اسم هذه الخوارزميات؟ راح نشوف. زين، شلون أختار الخوارزمية المناسبة؟ إذا أكو معايير، لازم أكو معايير لاختيار يا خوارزمية جدولة تنفعني. حتى أشخص المعايير وأفهم المعايير وأختار خوارزمية مناسبة لازم أعرف هاي المعلومات، شنو CPU Burst، شنو IO Burst، يمتى البرنامج يكون اسمه IO Pound Program، يمتى يكون اسمه CPU Pound Program، وهكذا دواليك. بعد من ضمن الأشياء اللي لازم أعرفها ما يسمى بالبريمبتيف، تلفظ بهالطريقة بريمبتيف سكيدجولينج. عندي بريمبتيف سكيدجولينج وعندي نون بريمبتيف سكيدجولينج. قلنا بريمبتيف إذا أريد ترجمها بالعربي معناها حق الواسطة. إذا قبلت الواسطة، مثل ما واحد يروح الدائرة من دوائر الدولة مثلا ويوقف مرة ينتظر دوره، فيقولون لأنه الموظف هذا ما يمشي واسطات، فإذا هذا لازم ينتظر دوره إلى أن يوصل للدور يلا يقضي المعاملة مالته. ومرة يقولون هذا الموظف يقبل واسطات، إذا هذا يروح يجيب له واسطة حتى يفوتونه، حتى ينفذوا له المعاملة مالته. نفس الكلام هنا السكيدجولينج، أكو سكيدجولينج يسمح بالواسطة. شنو يعني يسمح بالواسطة؟ يعني اذا سي بي يو جاي ينفذ بالبروسيس رقم واحد واجت البروسيس رقم اثنين الها برايورتي، الها اسبقيه او افضليه اعلى، فالخوارزميه هاي تسمح بان تطلع البروسيس ذات البرايورتي الاقل وتدخل البروسيس ذات البرايورتي الاعلى. اوكي، يقولون هاي الخوارزميه تقبل واسطات، يعني بري امبتيف سكيدجولينج. اما الخوارزميه اللي اذا اجتها بروسيس الها اسبقيه اعلى، اقول لها ابقي مكانك ما ادخلك الا لما اخلص البروسيس اللي بايدي، يلا ادخلك. زين، هذه معناها الخوارزميه ما تقبل واسطات، فيسمونها نون بريمبتيف سكيدجولينج. زين، ايهما افضل، البريمبتيف لو النون بريمبتيف؟ ما نقدر نقول ايهما افضل. في بعض الحالات نحتاج بريمبتيف، وبعض الاحيان نحتاج نون بريمبتيف، وكل وحده لها مكاناتها وكل وحده لها البيرفورمانس مالتها، كل وحده لها كفاءتها. فاذا انا احتاج الى البريمشن احيانا، ومرات احتاج الى النون بريمشن احيانا، ومثل ما راح نشوف بعدين بالخوارزميات، ممكن تكون بريمتيف، ممكن تكون نون بريمتيف، وهذه مساله جدا مهمه وعليها مسائل يجب ان نهتم بها. زين، ليقوم بعمليه الجدوله، ليقوم بعمليه السكيدجولينج نسميه سكيدجولر. سكيدجولر هو المجدول اللي هو يقوم بعملية السي بي يو سكيدجولينج او البروسيس سكيدجولينج. اوكي، زين، هذا السكيدجولر شنو هو؟ هاردوير ولا سوفت وير؟ لا طبعا اكيد سوفت وير، لانه احنا جاي نحكي عن اوبريتنج سيستمز، هو جزء من نظام تشغيل، جزء من بناء وتصميم نظام التشغيل، جزء برمجي سوفت وير اسمه سكيدجولر. شنو وظيفة السكيدجولر؟ ينفذ خوارزمية جدولة معينة لاختيار العمليات. زين، اذا عرفنا السكيدجولر شنو هو؟ هو اللي يقوم بعملية السلكشن وعملية التنظيم للبروسيسز. اكو مصطلح اخر اللي هو الديسباتشر. ما هو الديسباتشر وما هو فرق الديسباتشر عن السكيدجولر؟ الديسباتشر يقول it is a model او module او module، ما يخالف كيف صحيح، module. طبعا من اقول module يعني شنو؟ اكيد software، قصدي software، اذا هو برنامج بالحقيقة متخصص. شنو وظيفته؟ هاي وظيفته gives control of the CPU to the process selected by the scheduler. هاي وظيفته، هاي احفظها افهمها. زين، اجى السكيدجولر اختار العمليه الفلانيه، اختار بروسيس رقم 10، قال لها انت الك الدور الدخلين الى السي بي يو، لكن منو يعطيها الكنترول اوف ذا سي بي يو؟ هذه البروسيس رقم 10، منو يعطيها الكنترول اوف ذا سي بي يو؟ الديسباتشر. اذا السكيدجولر وظيفته سيلكشن، والديسباتشر وظيفته جيفينج ذا كنترول اوف ذا سي بي يو تو ذا بروسيس اللي تم اختيارها من قبل السكيدجولر. هذا هو الفرق بينهما، اذا واحد سيلكشن وواحد جيفينج كنترول. هذا الديسباتشر وهذا
السكجولر. وظيفة الديسباتشر هي ثلاث وظائف، يسوي عملية كونتكست سويتش، وقلنا شو معنى سويتش كونتكست او كونتكست سويتش، يعني عملية تنقل بين البروسيس. يعني الديسباتشر عنده قابلية يتنقل بين العمليات؟ نعم. الآن هو على سبيل المثال في لحظة معينة أعطى الكنترول مالت السي بي يو لبروسيس رقم واحد، ورا شوية يطلع البروسيس رقم واحد ويدخل البروسيس رقم اثنين، إذا جاي يسوي تنقل لو ما جاي يسوي تنقل؟ أكيد جاي يسوي تنقل. ممكن يسوي جامبينج إلى بروبر لوكيشن، ممكن يروح إلى فد لوكيشن معين بالبرنامج ويسوي له عملية ريستارت، أو يسوي له عملية تغيير تنفيذ، أو يغير بالبروسيس، لأن البرنامج الواحد قد يكون مو بروسيس واحدة، قد يكون البرنامج واحد أكثر من بروسيس أو أكثر من تاسك، فممكن يتنقل بين التاسكات. أوكي؟ أيضا يقول الديسباتشر لازم يكون فاست، لازم يكون سريع جدا. ليش لازم الديسباتشر يكون فاست؟ لأن هو بالحقيقة يشتغل مع السي بي يو، لأنه هو ياخذ البروسيس اللي تم اختيارها من قبل السكيدجولر ويعطيها إلى السي بي يو، وحيث أن السي بي يو سيستم سريع، فأي شيء يتعامل مع السي بي يو لازم يكون سريع مثله حتى يقدر يواكب السرعة مالته. فالديسباتشر لازم يكون سريع، سيما انه هو بالحقيقه يطلع بروسيس ويدخل بروسيس بشكل سريع. لنتصور التصور التالي، خلينا نفترض ان الديسباتشر ليس سريعا، بطيء، شنو راح يصير؟ شنو راح يصير؟ سؤال ممكن يجيني بالامتحان يقول لي ماذا لو كان الديسباتشر بطيء وليس سريع؟ شنو اللي ممكن يصير؟ اللي ممكن يصير السي بي يو راح تكثر حالات الانتظار مالته. ليش؟ لان السي بي يو من يخلص البروسيس رقم واحد يكون الديسباتشر راسا يطلع هذه البروسيس وبشكل سريع يدخل بروسيس رقم اثنين. زين اذا كان هو طبيعته بطيء شو راح يصير؟ راح يصير ان السي بي يو راح ينتظر كثيرا على ما يطلع البروسيس رقم واحد، وعلى ما يدخل البروسيس رقم اثنين الديسباتشر ماخذ وقت طويل. بخلال هاي الفتره السي بي يو راح يكون في حاله ويتنج، وكل ما زاد الويتنج للسي بي يو كل ما هبطت البيرفورمانس لمنظومه الحاسبه. إذا تذكروا المصطلح قلنا السي بي يو يوتيلايزيشن لازم يكون عالي، كل ما طولنا أو زيدنا بالحقيقة، كل ما خلينا السي بي يو يشتغل بشكل أكبر، كل ما نفذنا عمليات أكثر، كل ما رفعنا البيرفورمانس لمنظومة الحاسبة. كل ما زيدنا الويتنج، يعني زيدنا الديلي أو زيدنا الويتنج، معناها قللنا البيرفورمانس. إذا الديسباتشر لازم يكون سريع حتى نقلل هذا الديلي أو هذا الويتنج. طبقا لي طبعا هو سريع سريع، ولكن سرعة ما يعني 100% يعني سرعة عالية جدا، بحيث الفترة الزمنية اللي يطلع بها البروسيس الأولى ويدخل البروسيس الثانية الفترة الزمنية زيرو تايم، مستحيل، لازم أكو وقت. هذا الوقت اسمه dispatch latency. dispatch latency هذا dispatch latency بالحقيقة هو التايم اللي صرفه الديسباتشر حتى يطلع العملية رقم واحد ويدخل عملية أخرى. هذا ايش قد هسه هذا الزمن؟ كل ما قصر يكون افضل. كل ما كان الديسباتشر سريع فاست، كل ما كان هذا الديسباتش ليتنسي اقل، وهو المطلوب، احنا نريده دائما يكون اقل حتى لا يصرف وقت بعمليه اخراج البروسيس السابقه وادخال البروسيس اللاحقه، وبالتالي ما راح نخلي السي بي يو في حاله ويتنج، وبالتالي البرفورمانس لمنظومه الحاسبه بشكل عام تزداد. هذا ايضا مصطلح. خليني نجي الى المعايير، ما هي معايير الجدولة؟ يعني ما هي المعايير اللي ممكن نعتمدها لاختيار خوارزميات الجدول؟ انا عندي خوارزميات جدولة 6 7 8، لكن يا هي الافضل؟ لازم اكو فد معايير افكر يا خوارزمية تنفعني، اكو معايير. ما هي هذه الكريتيريا؟ ما هي هذه المعايير؟ عندنا معايير خمسة لهذا الموضوع. المعيار الاول هو السي بي يو يوتيلايزيشن، اللي هو الاستغلال الامثل للسي بي يو. كل ما استغليت السي بي يو استغلال امثل، يعني خليته دائما بيزي، دائما شغال، دائما في حاله اكسكيوشن وينفذ عمليات حسابيه ومنطقيه، معناها انت عليت السي بي يو يوتيلايزيشن. شوف السي بي يو يوتيلايزيشن شنو تعريفه؟ كيبينج ذا سي بي يو از بيزي از بوسيبل. كل ما خليته بيزي بتنفيذ عمليات حسابيه ورياضيه، معناها الانتاجيه مالته البرودكتيفيتي راح تزيد، وبالتالي الحاسبه راح تكون كفاءتها عاليه. طبعا هو ما تقدر تخلي انت 100% دائما السي بي يو شغال، لان هم لازم تنطيه فترات استراحه حتى لا يحمى، حتى لا زين، حتى لا تطلع من عنده حراره، واذا حمى السي بي يو قد يؤدي الى عطله يحترق. فبالتالي احنا نقول as busy as possible، ولكن مو معناها انا اخليه 24 ساعه هو شغال لانه يحترق، فلازم اكو فترات استراحه. يجي لك براكتيكالي خلي السي بي يو يوتيلايزيشن من 40% الى 90%،
إذن هناك استراحات، إذا اشتغل 90% على الأقل أكو 10% حالات يتوقف بها السي بي يو، يرتاح بها السي بي يو زين حتى يبرد نفسه، أوكي، حتى يعني مثل ما نقول يجر نفس بمصطلحاتنا. فإذا السي بي يوتلايزيشن النسب المعقولة هي من 40% إلى 90%، هذا المصطلح الأول، ويعتبر معيار من معايير خوارزمية الجدولة. يعني خوارزمية جدولة لو افترضنا الافتراض التالي، اجت خوارزمية جدولة وفرت لي أو حققت لي سي بي يوتلايزيشن 60%، وخوارزمية جدولة حققت لي سي بي يوتلايزيشن 80%، منو الأفضل؟ طبعا الأفضل اللي حققت لي 80%. إذا أصبح السي بي يوتلايزيشن أحد المعايير اللي نعتمدها لاختيار خوارزمية الجدولة الأفضل. المصطلح الآخر هو الثروبوت. الثروبوت أيضا مصطلح، هذا هو عدد العمليات المنفذة بالثانية. هذا السي بي يو ينفذ مليون عملية بالثانية، يقول لك ايش قد الثروبوت؟ تقول له مليون. سي بي يو آخر ينفذ مليونين عملية بالثانية، يقول لك ايش قد الثروبوت؟ تقول له مليونين. إذا عدد العمليات اللي ينفذها المعالج بوحدة الزمن اللي هي الثانية، أيضا هي معيار لكفاءة خوارزمية الجدولة. كل ما الخوارزمية قدرت تحقق عمليات تنفيذ لأكبر عدد، لأكبر كم من البروسيسز من قبل المعالج، هذه الخوارزمية تعتبر خوارزمية الأفضل. المعيار الثالث هو turn around time. turn around time اللي هو الزمن، الرحلة، الزمن السفرة أو يعني الفرة كلها. شنو هذا؟ هذا هو مجموع عدة أزمان، يقول هو مجموع للفترات الزمنية ال spent waiting to get into memory. اوكي، waiting in ready queue, executing on the CPU. جاي تشوفون اكو فواصل فوارز، يعني جاي يعدل. هو الزمن اللي يقضي تقضي البروسيس زين بالميموري، زمن اللي تقضيه بالريدي كيو، زمن الاكسكيوشن داخل السي بي يو، وزائدا الزمن اللي يجري بعمليات ادخال واخراج. ولذلك الزمن دوره كامله، رحله كامله، رحله البروسيس. اوكي، يعني فالزمن اللي من لحظه الطلب، من لحظة الطلب البروسيس قاعدة بالذاكرة الثانوية، بالذاكرة الثالثية، أوكي، راحت إلى الردي كيو، يعني أصبحت أصبحت بالرام، شقد بقت بالرام، زائد الزمن اللي شقد طولت يم السي بي يو قاعد ينفذ عليها، يعني شقد زمن تنفيذها عند السي بي يو، زائد شقد احتاجت زمن لعمليات الإدخال والإخراج. اجمع هذه الأزمان كلها، هذه يسمونها turn around time، اللي بعدين راح تشوفون يعني شلون نحسبه هذا التيرن اراوند تايم. تيرن اراوند تايم بعدين راح نحسبه من الويتنج تايم زائد البيرست تايم، بعدين نبينه. اذا تيرن اراوند تايم هو احد الازمان اللي اذا حسبناها هو معيار لخوارزميه الجدوله الافضل. بعد عندي الويتنج تايم، زمن الانتظار. زمن الانتظار هو الزمن اللي الصرفه البروسيس تنتظر داخل الريدي كيو. طبعا البروسيس مو هي حقيقتها، اذا تذكرون هذا الحكي قلنا مو البروسيس تقعد بالريدي كيو، البروسيس تقعد بالرام، ولكن التي بي سي مالتها، الهويه مالتها، هي اللي تقعد بالريدي كيو. اوكي، فايش قد مكثت بالريدي كيو تنتظر دورها حتى تاخذ كنترول مال السي بي يو، هذه يسمونها ويتنج تايم. بالضبط مثل المراجع، المراجع اللي قاعد بباب الموظف، ايش قد يقول له انتظرت بباب الموظف، يلا دخلت على الموظف واشتغل المعامله مالتك، هذا هو الويتنج تايم. مجرد ان المراجع يمضي معامله مالته للموظف ويبدي يشتغل بيها، بعد خلاص انتهى الويتنج، هنا بدا الاكسكيوشن، بدا التنفيذ، لكن هو خلال فتره قاعد بالباب، هذه الفتره هي الويتنج تايم. نفس الكلام بالنسبه للبروسيس، قعدت فتره بالريدي كيو، يعني بعباره اخرى قعدت فتره من الزمن بالرام بالمين ميموري، يلا راحت اخذت الكنترول اوف ذا سي بي يو، هذا فتره انتظارها بالمين ميموري او بالريدي كيو، هي هاي الويتنج تايم. بعد عندنا مصطلح اخر، طبعا مو بالضروره واحد يعتمدهم كلهم، ممكن واحد يقول انا اختار الخوارزميه بناء على السي بي يوتلايزيشن فقط، ما يهموني البقيه. واحد يقول انا اختار الخوارزميه من خلال ويتنج تايم، واحد يقول من خلال التيرن اراوند تايم، وهكذا. فممكن اعتماد احد هذه المعايير وليس جميعها. زين، الريسبونس تايم، زمن الاستجابه، اللي هو ابتداء منين يبدا حساب هذا الزمن، زمن الاستجابه؟ من لحظه السبمشن اوف ريكوست، من لحظة تقديم الطلب إلى لحظة أول استجابة، أول استجابة من قبل المعالج لذلك الطلب. يجي طالب على سبيل المثال من لحظة يخلي الطلب مالته على الميز مثلا رئيس القسم على سبيل المثال، إذا قدم الطلب إلى
رئيس القسم أخذ الطالب وبدأ يقرأ حتى يبدي يستجيب لهذا الطلب، من لحظة وضع الطالب إلى لحظة أول استجابة لرئيس القسم حتى يجاوب على هذا الطلب، هذا يسمونه response time. واحد يقول أنا خليت الطلب وساعة كاملة مثلا، يا الله رئيس القسم باوع له، إذا معناها شقد response time؟ ساعة. واحد يقول أنا خليت الطلب زين ورا 10 ثواني رئيس القسم أخذه حتى يجاوب عليه، إذا شقد response time؟ 10 ثواني. وهكذا دواليك. إذا خمس معايير لاختيار خوارزمية الجدولة المناسبة. كم خوارزمية جدولة عندنا؟ خير من الله، 7 8 9. احنا بعد مثل ما قلت لكم ما مطالبين بها، مطالبين بها حسب اللي مشروحات انتم مطالبين بها. اول خوارزمية واسهل خوارزمية يسمونها الفيرست كم فيرست سيرفد. هذه الخوارزمية الاف سي اف اس تعتمد على اول بروسس تأتي اول بروسس تتنفذ، يعني حسب التسلسل الطبيعي. ونشبهها دائما احنا مثلا بطابور مثلا السرة على محل من المحلات او سرة على الصمون، اول واحد يوقف بالسرة هو اول واحد راح يستلم، اوكي، واخر واحد يجي للسرة هو اخر واحد يستلم. ميزاتها انها هي الابسط بالحقيقة، طريقة بسيطة، وتعرفون احنا ليش ندور البساطة؟ لان هاي وراها برمجة، فلما تكون الطريقة بسيطة والخوارزمية بسيطة اذا معناها البرمجة مالتها راح تكون بسيطة وبالتالي اعتمادها راح يكون اسهل. تتنفذ على شكل فيفو كيو، طابور فيفو فيرست ان فيرست اوت، اللي هو دائما ابرز مثال له هو الطابور مال الصمون، اول واحد يدخل بالطابور هو اول واحد يستلم. زين اذا اجى واحد جديد راح ينضاف في نهايه الطابور. زين اذا واحد تنفذ وخلص يطلع من راس الطابور. اذا دائما عمليات الانهاء تكون من الكيو الهيد مات الكيو من راس الطابور، وعمليات الاضافه الانسرشن الى الطابور تكون في نهايه الطابور. زين when a process enters the ready queue its BCB، وتذكرون ان شاء الله BCB قلنا بمثابه الهويه، شلون في شخص له هويه كل بروسس لها البي سي بي مالتها، فمباشره بس البروسس تجي البي سي بي مالتها بالحقيقه هي تدخل الى الريدي كيو، تصير وين؟ تصير بذيل الطابور وليس في مقدمه الطابور. when the CPU is free، اذا كان CPU فارغ it is allocated the process to the process at the head. زين اذا كان السي بي يو خلاص ما مشغول الان وفارغ ما عنده شيء، يا بروسس اللي ننطيه اياه حتى ينفذها البروسس الموجوده بالهيد. اذا الاضافه دائما من التيل من ذيل الطابور، والحذف او اعطاء الكنترول مالت السي بي يو الى البروسس تكون من راس الطابور. اذا فيرست ان فيرست اوت او فيرست كم فيرست سيرفد. حتى تنفهم ناخذ مثال. افترض عندك ثلاث عمليات 3 بروسيسز بي 1 وبي 2 وبي 3، ذولا وصلوا ثلاثتهم بوقت واحد، ثلاثتهم وصلوا at time zero يعني في وقت واحد وصلوا. كل وحدة لها زمن تنفيذ، هذا زمن التنفيذ مالك يسمونه burst time. burst time هو الزمن التنفيذ للبروسيسز. البروسيس P1 burst time مالتها 24، يعني P1 تحتاج 24 ملي سكند حتى يكتمل تنفيذها، والبروسيس P2 تحتاج 3 ملي سكند زين حتى يكتمل تنفيذها، والبي 3 تحتاج الى 3 ملي سكند حتى يكتمل تنفيذها. كل وحده منطيني زمن التنفيذ مالتها. اول خطوه اسويها بحل هيك نوع من الاسئله ما يسمى بالجانت شارت. الجانت شارت هو عباره عن مستطيل ارسمه بهذا الشكل، يبدا ات تايم 0، مو وصلا ات تايم 0، اذا البدايه عندي هنا 0. منو اول بروسس اجت؟ بي 1، حطيت بي 1. بي 1 دخلت بزمن 0. شقد يلا تنتهي؟ تحتاج الى 24 ملي سكند يلا تنتهي، اذا 24 نهايتها. البي 2 دخلت من ورا ما خلصت بي 1، بي 1 خلصت ب 24، اذا ورا ال 24 دخلت بي 2. شقد تحتاج؟ 3، هي دخلت ب 24 وتحتاج الى 3، اذا انتهت ب 27. الثالثه راح تدخل ب 27 تنتهي ورا 3، يعني تنتهي ب 30. بحيث مجموع بحيث اخر رقم كون دائما اتاكد، خاف انا اخطات، اتاكد اخر رقم لازم شو يساوي؟ لازم يكون مجموع هذه الازمان 24 زائد 3 زائد 3، 24 زائد 3 27 زائد 3 30، يكون اخر رقم يطلع عندي 30 حتى اتاكد ان حلي صحيح. هذا الجان شارت ضروري، اذا ما ارسمه ما اخطا، يعني يطلع عندي خطا بالحل ويروح علي سؤال رغم ان السؤال بسيط. اجي احسب الويتنج تايم كل بروسس، البروسس بي 1 ايش قد انتظرت يلا دخلت للتنفيذ؟ ما انتظرت، دخلت بزمن 0، 0 تايم، اذا 0 ملي سكند، اذا ما انتظرت، اذا ويتنج تايم للبروسس بي 1 هو 0 ملي سكند. زين بي 2 ايش قد انتظرت يلا دخلت؟ دخلت بعد ال 24، اذا انتظرت 24 ملي سكند يلا دخلت،
بينما البي 3 انتظرت 27 ملي سكند يلا دخلت. اذا طلعت الويتنج تايم لكل بروسيس. شلون اطلع الافريج ويتنج تايم؟ المعدل. المعدل هو عاده مجموع الويتنج تايم تقسيم عددهم. كم ويتنج تايم عندي؟ 3. 0 زائد 24 زائد 27 تقسيم عددهم. ايش قد عددهم؟ 3. يطلع الزمن 17 ملي سكند. اخذ الافريج ويتنج تايم. هذا الافريج ويتنج تايم هو راح يكون احد المعايير اللي نعتمدها لاختيار الخوارزميه المناسبه بناء على الافريج ويتنج تايم. هاي طريقه تحلل السؤال. طلب من عندي بسؤال اخر، بمثال اخر، يقول لي نفس السؤال اعلاه، ولكن افترض ان البروسيس ما اجت بهذا التسلسل P1 P2 P3 وانما اجت بتسلسل P2 P3 P1، يعني غير فقط بتسلسل تنفيذ العمليات، شلون راح ينحل؟ هذا ممكن واحد يحله ما بشيء، يعني اول ما دخلت البي 2 اوكي، دخلت البي 2 بزمن 0 وخلصت بثلاثة لان هي الزمن تحتاجها فقط ثلاثة، وراها البي 3 دخلت بثلاثة وهي تحتاج ثلاثة، اذا 6، البي 1 دخلت بستة وهي تحتاج 24 انتهت ب 30. ايضا اخر رقم هو 30 اللي هو مجموع الازمان الثلاثة، نفس الكلام، دائما اخر رقم بالجان شارت هو مجموع الازمان الموجودة هنا. عددهم 3، عددهم 5، عددهم 20، زين مجموع هذه الازمان. هسه ايش قد الويتنج تايم للبي 2؟ 0، للبي 3؟ 3، للبي 1؟ 6، فايش يصير عندي؟ 0 زائد 3 زائد 6، اجماع وتقسيم 3 يطلع عندي الزمن، هذا الزمن ايش قد طلع؟ اكيد راح يطلع اقل من 17 ملي سكند. اذا نفس الخوارزميه، نفس خوارزميه الاف سي اف اس، إذا أغير تسلسل تنفيذ العمليات الزمن الأفرج ويتنج تايم ممكن أن يتغير. هذا هي ما يتعلق بخوارزمية الـ FCFS. شنو إيجابيتها؟ إيجابيتها أنها خوارزمية بسيطة، بالتالي بسيطة البرمجة، ولكن الديس أدفانتج مالتها أن الـ AWT أقصد بي الـ Average Waiting Time may vary، يعني يتغير substantially if the process CPU burst time vary greatly. يقول ممكن الافرج ويتنج تايم يتغير بشكل كبير اذا كان السي بي يو بيرست تايم تغيرت بشكل كبير. يعني انت هنا مجرد ال 24، هسه هاي ال 24 لو تغيرها تسويها راسا وحده من العمليات، مو 24 صارت 44، راسا الافرج ويتنج تايم يطق يكبر، يصير رقم كلش كبير. اوكي؟ وسلبيه ثانيه، مجرد تغير تنفيذ تسلسل تنفيذ العمليات يتغير عندك الافرج ويتنج تايم للأسوأ او للافضل، ما تدري ما تضمن، فبالتالي ما تعرف يا تسلسل هو الافضل بالنسبه الى تنفيذ العمليات. هذه الخوارزميه دائما نون بري امتيف، دائما خوارزميه الاف سي اف اس دائما نون بري امتيف، يعني ما تشتغل بري امتيف، دائما نون بري امتيف، يعني بعباره اخرى خوارزميه ما تقبل الواسطات. شنو معنى ما تقبل الواسطات؟ يعني لازم البروسيس تيجي اولا تخدم اولا. زين اذا اجت بروسيس ثانيه الها اولويه اعلى من عندها ما تنفذها، تقول لها انتظري بالدور لما اخلص العمليه الموجوده بايدي يلا ادخلك. اذا تقبل واسطات لو ما تقبل؟ ما تقبل واسطات. من طبيعه الاف سي اف اس دائما ما تقبل الواسطات. هذه الخوارزميه الاولى. الخوارزميه الثانيه شورتست جوب فيرست سكيدجولينج او نختصرها اس جي اف. هذه الخوارزميه هنا تعتمد، احنا قلنا شنو سلبيه الاف سي اف اس، شنو الديس ادفانتج مالتها؟ ان الزمن مالتها يعني يتغير بتغير منه؟ بتغير البيرست تايم للبروسيس. بالتالي اذا وحده من العمليات البيرست تايم مالتها عالي جدا ايش راح يصير؟ العمليه افترض هسه هاي مو 24، افترض هاي 400، ايش راح يصير؟ ذول العمليات زمنهم قصير راح ينتظرون فترات طويله. بعض الاحيان اذا نحكيها بلغه المعامله، يعني شخص معاملته تحتاج الى ساعتين يلا يخلص هالموظف، ومراجع ثاني يحتاج بس توقيع، توقيع ما يطول حتى ثانيتين، يعني بس يحط الملفه مالته على الميز هذا بس يوقعها. زين هذا اللي بس توقيع اللي ثانيتين يلا تخلص المعامله مالته، ليش ينتظر ذاك اللي معامله مالته يحتاج لها الى ساعتين من الشغل؟ راح يعاني انتظار بالوقت اللي المفروض ما ينتظر هذا الانتظار، يوقعوا له بسرعه ويطلع. اوكي، اكو عمليات قصيره ما تحتاج انه هي تاجلها انت وقت طويل، تجي هاي الخوارزميه تنصف هاي العمليات، يقول لك هنا ما راح انفذ انا على التسلسل، راح انفذ على العمليات صاحبه الزمن الاقصر.
العمليات صاحبة الزمن الأقصر هن اللي أبديهن على العمليات الأخرى، وأجل العمليات صاحبات الزمن الأطول أخليهم بالأخير. هذا مبدأ عملها. إذن this algorithm associate with each process the length of the next CPU burst. يعني لازم هذه الخوارزمية شو تسوي؟ تحسب CPU burst للعملية التالية. الآن هي جاية تنفذ بالبروسيس رقم واحد، وهي جاية تنفذ بالبروسيس رقم واحد، كون تقرأ البيرست تايم للبروسيس رقم 2. ليش؟ حتى تحدد فيما اذا كان من هي العمليه التاليه. لازم العمليه التاليه تكون العمليه صاحبه الزمن الاقصر، اذا هي لازم تقرا الازمان لكل العمليات حتى تحدد منو التالي، اوكي؟ لانها تعتمد تدخل العمليات صاحبه الزمن الاقصر. اذا اسلوب عملها هنا يعتمد على قياس الزمن البيرست تايم لكل بروسيس، ومن الأفضلية المن بالدخول للبروسيس صاحبة الشورت أو الشورتست فيرست تايم. إذا when the CPU is available CPU free ما مشغول، يا بروسيس نعطيها إلى لبروسيس صاحبة السمولست أو الشورتست نيكست CPU burst. زين إذا تساووا عمليتين لهم نفس النيكست CPU burst ينفذ من؟ ينفذهم حسب خوارزمية الـ FCFS. يعني من هو منهما دخل؟ هسه خلينا نفترض قاس الزمن النكست تايم لبروسيسين، اثنين هم النكست تايم مالتهم ثلاثة، زين يا يختار الأولى لو الثانية، منو دخلت أولا؟ ينفذها أولا. يعني يستخدم أسلوب ما دام تساووا اثنينهم، إذا يستخدم أسلوب منو دخلت أولا تتنفذ أولا. خلينا نفهمها من خلال مثال. عندي أربعة بروسيس P1 P2 P3 P4 كل وحدة منطيني بيرست تايم مالتها، هاي 6 هاي 8 هاي 7 هاي 3 زمن التنفيذ لكل وحدة من العمليات الطانية. ورادني أستخدم حصريا خوارزمية الـ SJF، ما أريد غيرها. أولا لازم أرسم الجانت شارت حسب الـ SJF. لازم بالبداية ينفذ العملية صاحبة الزمن الأقصر. منو العملية صاحبة الزمن الأقصر؟ هاي 6 هاي 8 هاي 7 هاي 3. إذا واضح العملية صاحبة الزمن الأقصر هي الـ P4، إذا أول ما دخلت الـ P4، ليش؟ لأن هي صاحبة الزمن الأقصر، زمنها 3 فقط. إذا أول ما دخلت P4، إذا بزمن صفر دخلت P4. زين، إيش قد تحتاج زمن؟ 3. يلا تخلص. إذا الثلاثة خلصت P4. ورا 3 ملي سكند خلصت P4. من وراها يدخل؟ وراها يدخل العمليات صاحبة الزمن الأقصر اللي هي أما أم الستة أو أم السبعة أم الثمانية أو أم السبعة. يعني أما P1 أو P2 أو P3، لأن P4 بعد خلصت. فمن صاحبة الزمن الأقصر؟ ستة لو سبعة لو ثمانية، أم الستة. أم الستة من هي؟ P1. إذا دخلت P1، دخلت بزمن ثلاثة وهي تحتاج ستة، إذا راح تطلع بزمن تسعة. ما بعد التسعة من راح تدخل؟ بقت عندي P2 وP3، هاي سبعة وهاي ثمانية، تدخل أم السبعة. أم السبعة من هي؟ P3. إذا راح تدخل P3، دخلت بسبعة تسعة وهي تحتاج إلى سبعة، إذا تطلع ب 16. ما بعد 16، بعد ما عندي غير عملية واحدة اللي هي P2 آخر عملية، تدخل ب 16 وهي تحتاج 8. 16 و8 24. هذا الرقم 24 أليس مجموع هاي الأزمان أربعتهم؟ 6 و8 14 و7 21 و3 24، إذا مساوي لهذا الرقم. هذا الرقم اللي هو بالحقيقة الـ 24، أتأكد من عنده. خلصت الجان شارت، سهلت علي العملية. هسه حساب الويتنج تايم أبديهن وحدة وحدة. الويتنج تايم للـ P1 أبدي على التسلسل. P1 إيش قد الويتنج تايم مالتها؟ 3. انتظرت 3 يلا دخلت، إذا الويتنج تايم مالتها 3. الـ P2 16، انتظرت 16 يلا دخلت، إذا الـ P2 16. الـ P3 9 والـ P4 0. P4 الوحيدة هي ما انتظرت مباشرة دخلت. هسه اجمعهن وقسمهن على عددين، 3 زائد 16 زائد 9 زائد 0 تقسيم 4، راح يطلع عندي 7 ملي سكند. 7 ملي سكند. هذا هو الافرج ويتنج تايم لهذه البروسيسز اذا سويت لهم سكيدجولينج بخوارزميه الاس جي اف. حتى اقارن واشوف هل خوارزميه الاس جي اف كانت افضل، كانت اسوء، شو اسوي؟ نفس السؤال اروح احله بغير طريقه. اروح احله بالاف سي اف اس واطلع الافرج ويتنج تايم. نفس السؤال ارجع احله بالاف سي اف اس، راح يطلع عندي الافرج ويتنج تايم 10.25 ملي سكند. اذا ايهما افضل؟ نفس السؤال حليته بالاف سي اف اس 10.25 ملي سكند،
وبالاس جي اف 7 ملي سكند، اذا واضح ان الاس جي اف افضل لان اعطتني افريج ويتنج تايم اقل، وهو المطلوب. انا دائما اريد الافريج ويتنج تايم كل ما يكون اقل كل ما يكون افضل. هذه الخوارزمية. اذا هذه الخوارزمية مثل ما تقول تعطي بيرفورمانس اعلى، ليش؟ لان تؤدي غالبا الى افريج ويتنج تايم اقل. لكن شنو الديس ادفانتج مالتها؟ شنو سلبياتها؟ سلبياتها اولا صعوبة، difficulty، صعوبة في معرفة اللينث مال النكست سي بي يو بيرست. اذا تحتاج هي نفسها كخوارزمية تحتاج الى خوارزمية خاصة تحسب النكست تايم للبقية البروسيسز. اذا هاي difficulty لو مو difficulty difficulty. وثانيا it cannot be implemented in CPU scheduling، غالبا ما يستخدمونها بالCPU scheduling، يستخدمونها بالجوب scheduling ومشاكل. ليش؟ لانه على لانه تصرف وقت. صح هي تعطي افريج ويتنج تايم اقل، ولكن هذا الافريج ويتنج تايم الاقل راح يزيد لما يكون هناك خوارزميه اخرى تحسب الازمان مات العمليات. اذا الزمن مات الافريج ويتنج تايم زائد الزمن اللي نحتاجه لحساب الازمان مات العمليات حتى على ضوءها تقرر الخوارزميه، بالنتيجه راح ربما الزمن يصير نوعا ما طويل فتكون بها سلبيه. اذا صعوبه زائد تحتاج الى خوارزميه لحساب النكست سي بي يو بيرست، فهاي هي مشكلته. ومن طيناف التحليل الرياضي انا بقتها اتذكر انه قلت لكم هذا ما اريده منكم، هذا طايح، لان التحليل الرياضي اللي تعتمده يعني هذا اسلوب عمل الخوارزميه شلون جاي تحسب الزمن مال النكست سي بي يو بيرست، قلنا هذا غير مطلوب. زين الاف سي اف اس اتفقنا انها خوارزميه فقط نون بري امبتيف، دائما نون بري امبتيف. زين الاس جي اف لا، الاس جي اف ممكن تكون بري امبتيف وممكن تكون نون بري امبتيف، ممكن تشغلها بطريقه ما تقبل واسطات وممكن تشغلها بطريقه تقبل واسطات. كمثال على هسه احنا المثال اعلى حلينا اس جي اف ولكن نون بري امبتيف، خلوا بالكم هذا المثال هو اس جي اف نون بري امبتيف. هسه راح نحل لنا مثال اخر، هذا اس جي اف ولكن بري امبتيف. تمام، هذا شوي يراد له تدقيق وبيه صعوبة شوي، يراد له واحد يدقق به. منطيني مجموعة من البروسيس، هذول ما وصلوا في وقت واحد، هذول كل واحد وصل بزمن. بي 1 وصلت بزمن 0، هاي وصلت بزمن 1، وهاي وصلت بزمن 2، وهاي وصلت بزمن 3، وكل واحد له بيرست تايم. يريد من عندي مو الاس جي اف العادية، يريد من عندي البري امبتيف اس جي اف، استخدمها حتى احسب الاي دبليو تي. هاي يحتاج لها شوية تركيز ودقة، خلي نبدي نحللها شوي شوي. هنا طبعا اول بروسيس اجت بزمن زيرو، بس هي موجوده، بس البي 1 بزمن زيرو، بس البي 1 موجوده، اذا الطب مباشره زمن زيرو بي 1 موجوده. لكن من صار الزمن انتقل من زمن زيرو الى زمن واحد، صار عندي البي 1 موجوده لا زالت تشتغل ودخلت البي 2. البي 1 لا زالت تشتغل ودخلت البي 2. بهاللحظه بما انه الخوارزميه بري امبتيف، لازم تقارن بين العملية اللي حاليا جاي تنفذ بها والعملية اللي اجت، ايهما اقصر؟ البي 1 نفذنا من عندها واحد، هي اساسا تحتاج 8، خلص من عندها واحد، اذا بقت 7، والبي 2 4، ياهو الاقصر؟ البي 2، اذا لازم اطلع البي 1 واطبب منه؟ اطبب البي 2، اذا بزمن واحد طلعت البي 1 لان زمنها طويل تحتاج الباقي منها 7 ملي سكند، بينما البي 2 تحتاج 4 ملي سكند، اذا طببنا منه؟ طببنا البي 2، اذا بزمن واحد طبت البي 2. البي 2 ايش قد تحتاج حتى تخلص؟ تحتاج 4. اذا بخمسه يلا تخلص. خلال الزمن خمسه البي 1 طابه والبي 2 طبت بزمن واحد، وحتى البي 3 طبت لان بزمن اثنين، احنا هنا بخمسه. هذا زمن اثنين هنا. هذا زمن اثنين، اذا البي 3 طبت. زمن ثلاثه البي 4 طبت. اذا بالزمن خمسه كل العمليات الان طابه موجوده. اوكي، ولكن ما طلع عن البي 2، ليش؟ لان ازمانهن اكبر من الزمن مال البي 2، اذا بقت البي 2 محافظه على مكانتها وهي ماخذه الكنترول مال السي بي يو جاي تشتغل. لغايه زمن خمسه، هسه زمن خمسه البي 2 خلصت. البي 2 خلصت لان تحتاج اربعه خلصت. اذا لغايه زمن خمسه شنو بقى عندي؟ بقى عندي المتبقي من بي 1، ايش قد متبقي من بي 1؟ 7. هي 8 وطاير من عندها واحد، اذا المتبقي منها 7. والبي 3 9 والبي 4 5، منو الاقل؟ طبعا الخمسه، طبعا الخمسه هي الاقل. بما ان الخمسه هي الاقل اذا منو الطب؟ الطب بي 4، اذا طبت بي 4.
ايش قد تحتاج؟ تحتاج خمسة وهي بادية بخمسة، إذا بعشرة يلا تخلص. أجي الزمن عشرة، إذا خلال الزمن عشرة بي 4 خلصت وبي 2 خلصت، ايش قد بقى عندي اللي هنا هسه لغاية الزمن عشرة؟ منو بقى عندي؟ بقى عندي المتبقي من بي 1 اللي هو سبعة، أوكي؟ والمتبقي والبي 3، المتبقي من بي 1 اللي هو سبعة والبي 3، المتبقي من بي 1 سبعة وبي 3 تسعة، منو الأصغر؟ السبعة أصغر، إذا منو؟ البي 1 تدخل. البي 1 دخلت لأن البيرس تايم مالتها المتبقي مالها 7 ملي سكند، بينما البي 3 9 ملي سكند، إذا بي 1 هي اللي تطب. طبت بي 1 طبت ب 10 وهي المتبقي منها 7 17. هسا اللي هنا لغاية 17 بي 1 خلصت بشكل كامل، بي 4 مخلصة بشكل كامل، البي 2 مخلصة بشكل كامل، منو بقى؟ فقط البي 3 بقى. ايش قد تحتاج؟ 9. إذا دخلت البي 3 ب 17 وهي تحتاج 9 9 و 17 26، خلصت هنا البي 3. زين خلي اتاكد من هذا الرقم، هذا الرقم قلنا دائما مجموع هاي الازمان 8 و 4 12 و 9 21 و 5 26، اذا هذا الزمن دائما يكون يطلع لي مجموع هذه الازمان. زين اذا خلصت من الجان شارت ولله الحمد. هسه اجي احسب الويتنج تايم لكل بروسس، راح ابدي بالبي 1. البي 1 ايش قد الافرج ايش قد الويتنج تايم مالتها؟ الويتنج تايم مالتها ما اقدر اقول زيرو، اذا اقول زيرو كون هي مخلصه هنا، بس هي ما مخلصه هنا وانما احتاجت الى زمن اخر، فراح اقول الويتنج تايم مالتها هو العشرة، لان هي هنا يا الله دخلت وخلصت، يعني بالزمن عشرة يا الله دخلت بي 1 وخلصت هنا، فاذا هي الويتنج تايم مالتها عشرة، ولكن لانه مخلص منها واحد مسبقا إذن أقول 10 ناقص 1. إذن الويتنج تايم للبي 1 هو 10 ناقص 1. هاي البي 1. زين يعني 9. زين البي 2 مبين البي 2 البي 2 هي دخلت بزمن 1. البي 2 صح دخلت بزمن 1 ولكن ما انتظرت. واحد يقول ليش؟ مو هي دخلت بزمن 1. بواحد يلا دخلت، ما دخلت بزيرو. صح دخلت بزمن 1. بس هي ايضا وصلت بزمن واحد، شوف الارايفل تايم مالتها واحد، اذا هي وصلت بزمن واحد ودخلت بزمن واحد، اذا ايش قد انتظرت؟ زيرو، كل شيء ما انتظرت، اجت بزمن 1 ودخلت بنفس الزمن ايضا بزمن 1، اذا زيرو تايم انتظرت، ولذلك ايش قد الويتنج تايم مالتها؟ واحد ناقص واحد، واحد اللي انتظرته، واحد اللي وصلت به، واحد ناقص واحد صفر، اذا البي 2 الوحيده ما انتظرت نهائيا، اجت بزمن واحد وصلت بزمن واحد ودخلت بزمن واحد، اذا ما انتظرت نهائيا، واحد ناقص واحد صفر، هذه البي 2. اجي للبي 3، البي 3 دخلت بزمن 17، يلا دخلت وبدت تتنفذ 17، بس هي ما وصلت بزمن صفر، وصلت بزمن 2، اذا بالحقيقه هي دخلت ب 17 وهي واصله ب 2، اذا 17 ناقص 2، اذا زمن انتظار مالتها 15. البي 4، البي 4 دخلت بزمن 5 وهي جايه بزمن 3، اذا ايش قد انتظرت؟ 2 فقط، 5 ناقص 3 2 ملي سكند فقط، اذا 9 ملي سكند زائد 0 ملي سكند زائد 15 ملي سكند زائد 2 ملي سكند، الكل اجمعهم وقسمهم على 4 اللي هو عددهم 1 2 3 4 راح يطلع عندي الزمن 6.5 ملي سكند، اذا زمن الانتظار الافرج ويتنج تايم لهذه البروسيس وفق خوارزميه الاس جي اف بنوعها البري امتيف، يعني بري امتيف اس جي اف، طلع 6.5. هسه هنا ايش يقول؟ يقول ارجع حل نفس هذا السؤال ولكن مو بالبري امتيف اس جي اف، حلها بالنون بري امتيف اس جي اف، حل لي اياه، ايش قد راح يطلع افرج ويتنج تايم؟ حلوا انتم راح تلقون ان الافرج ويتنج تايم يطلع 7.75 7.75، اوكي؟ حلوا. إذن أيهما أفضل؟ السبعة وثلاثة أرباع لو 6.5 ملي سكند، طبعاً 6.5 ملي سكند، لأن زمن الأقل خوارزمية صاحبة الأقل افريج ويتنج تايم هي الأفضل. إذن معناها أصبح البري امتيف اس جي اف أفضل من النون بري امتيف اس جي اف، لأنه الزمن مالته أقل، الزمن اللي استغرق بتنفيذ العمليات الأربعة ذولا أقل، إذن البري امتيف اس جي اف. إذن هذا النوع من الخوارزميات اللي تستخدم الواسطة، إذا الواسطة طلعت أفضل لو أسوأ؟ أفضل. في كثير من الأحيان وجود الواسطة
افضل. بس هاي طبعا مو قاعده عامه، ممكن لسؤال اخر ولبروسس اخرى يكون النون بري امتيف قد يكون افضل من بري امتيف. يعني بعباره اخرى مو دائما البري امتيف هو الافضل، مرات النون بري امتيف ممكن يكون هو الافضل. ولكن انا بس اريد اثبت انه واحد يقول الواسطه فشي مو زين على اعتبار هالواسطه يعني تسلب حقوق الناس، نقول له صحيح هي اذا تريدها على المعاملات ممكن يعني بها شيء من المساس بحقوق الناس، ولكن بتنفيذ البروسيس لا، البري امتيف احيانا يكبس لك الزمن اكثر ويزيد انتاجيه، يعني انتاجيه البروسيسر في تنفيذ العمليات راح تكون اعلى. هذا هو ما موجود بالبارت الاول من الفصل الرابع. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا.